لعب طرابلس البلدي، كلل طرابلس نتائجه المميز بالإياب بفوز على ضيفه تضامسور 3-1. السوري المتألق عبد الرحمن عكيري سجل هدفين لأصحاب الأرض، وأضاف عبد الله طالب الهدف الثالث من ركلة الجزاء، بينما سجل هدف تضامن العاشي كوني. وبهالفوز أنهى طرابلس موسمه بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة، بينما احتل تضامن سور المركز العاشر ب 22 نقطة.